اوكي، تعالوا نكمل مع بعض our guide in the practical clinical oncology ونتكلم عن ال general management of endometrial cancer. الاندوميتريال كانسر وان لم يكن من الميجور public health problems، لكن على الاقل مهم جدا نبقى عارفين انه one of the commonest cause of postmenopausal bleeding abnormal or irregular vaginal bleeding in postmenopausal females. تعالوا نتفق ان انا لو جات لي patient female patient من 50 ل 60 سنه بتشتكي من irregular vaginal bleeding، مهم جدا اعملها referral للجاينيكولوجيست علشان ترانس فاجينال الترا ساوند دي كونفيرم او يقول انه مفيش اي ليجن في الاندوميتريوم. واتفقنا ان 90% from diagnosed with endometrial cancer هيجوا يشتكوا اكشوالي من بوست مينوبوزال بليدنج. هو ده مش معناه ان اي عيانه بري مينوبوزال جايه تشتكي من بليدنج دي حاجه مش هتبقى بالنسبه لنا مهمه، لا هي برضه هتبقى بالنسبه لنا مهمه، بس احنا سايب البري مينوبوزال فيميل بيشنت هنبقى اورينتد واورد اكتر السيرفايكال كانسر، وهنبقى اورينتد اكتر